بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم. اروي بذرة الإيمان جوه قلبك بالرضا، واعرف إن الدنيا رحلة صغيرة. ارضى بالمقسوم لك، ربنا هيرضيك، هيوسع في رزقك وبفضله يغنيك. رضاك هيخلي ربنا يرضى عليك. ما تبصش أبدا لنعمة في إيد غيرك، خليك راضي دايما بنعم ربنا اللي بين إيدك. ارضى بقدر ربنا خيره وشره، ده رحمة ربنا ساعات تكون في شيء منعه. أنت يا بني آدم فاكره خير لكنه شر، ربنا برحمته حماك منه. هحكي لكم حكاية صغيرة جدا عن طفلين، واحد فقير لدرجة إن هدومه وجزمته مقطعة، والتاني طفل واضح من مظهره واللي احنا للأسف ساعات كتير جدا بنخدع فيه إن طفل غني وأكيد سعيد جدا ومش ناقصه أي حاجة. والفقير راضي بحاله وسعيد لدرجة إن جزمته المقطعة اللي مش عاجبة ناس كتير جدا بيعملها عروسة بابت وبيلعب بيها في إيده، وهي دي قمة السعادة بالنسبة له. والطفل التاني ربنا مديله غنى وفلوس كتير جدا، لكن ربنا سبحانه وتعالى ما بيديش كل حاجة، أكيد خد حاجة تانية منه. تعالوا نروح مع بعض نشوف الفيديو ونرجع ويكون معنا فضيلة الشيخ سالم عبد الجليل، وأكيد برحب بصلاة حضراتكم وأسئلتكم. Why should it be like this? I don't know. It's not fair. Yeah, I know. There's nothing that we can do. I don't want to be like this. Me neither. I wish I was like him. I want to be like him. I want to be like him. I want to be like him. Sorry to take so long, dear. Are you ready to go now?